المراقبون الموجودون في سوريا والدعوات العربية والدولية المستمرة لوقف إراقة الدماء وإنهاء العنف في البلاد لم تغير المشهد الدموي والمأساة الإنسانية وغيرها من التجاوزات التي تحدثت عنها كبريات الدول كما مجلس حقوق الإنسان في جنيف. جمع الدعم الجيش الحر. تظاهرات الدعم للجيش السوري الحر تواصلت في المدن السورية المختلفة، بينما كان دعم من نوع آخر أتى من تركيا وتمثل بالإعلان عن إنشاء المجلس العسكري السوري الأعلى الذي سيتولى التخطيط للعمليات العسكرية ضد النظام بالتنسيق مع الجيش السوري الحر وتنظيم عمليات الانشقاق والاتصال مع قياديين في الجيش لتحفيزهم على الانشقاق كفرق وليس فقط كأفراد. وهذا المجلس يرأسه العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ أعلى الضباط المنشقين واللاجئ إلى تركيا. في المقابل وصل التلفزيون الرسمي تأكيده على وجود إرهابيين في سوريا أودوا بعسكريين بينهم ضابط في الجيش السوري. وفي مدينة حمص أقدمت مجموعات إرهابية مسلحة على إطلاق النار على قوات حفظ النظام في حي وادي السايح ما أدى إلى استشهاد 2 منهم وجرح 12 آخرين. إذن وبينما تتواصل التظاهرات التي يعترضها الأمن بالرصاص وفق ناشطين أكدوا سقوط قتلى جدد في حمص وإدلب، وفيما يواصل المراقبون جولاتهم الميدانية التي لم تغير المشهد السوري عما كان قبل وصولهم، أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في حديث إلى وكالة قنا القطرية إلى أن المراقبين وجدوا أن الالتزامات التي قبلت الحكومة السورية بتنفيذها لم تنفذ بشكل كامل وفوري. وبشأن تدويل الأزمة في سوريا أكد العربي أنه لو كان مجلس الأمن يريد التدخل بطريقة ما فليفعل إذ لا يحتاج إلى إذن من الجامعة. في موازاة ذلك دعا أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني عبر وكالة سي بي أس نيوز دعا لإرسال قوات الردع العربية إلى سوريا لوقف القتل وحماية المدنيين. ووسط هذه الأجواء أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن رئيس الأسد فقد شرعيته مقدرا جهود الجامعة العربية. بريطانيا ترى أن الرئيس الأسد فقد شرعيته وهذا غير مستغرب عندما نرى القسوة المرعبة التي يمارسها الجيش السوري ضد المدنيين والمحتجين. الملف السوري على الطاولة في المحافل الإقليمية والدولية من دون أن يبت حتى تاريخه، في حين تشارف الأزمة على دخول سنتها الثانية من دون أي حسم للتطورات السياسية.